إذا عملنا في الفيديو السابق المشروع الخاص فينا على أساس يكون عندنا فيجوال من تيمبلت خاص في الويندوز يو اي 3 من MVVM Toolkit، ولاحظت أنه انبثق عندك ملف readme اللي هو يبدي يعطيك رؤية شاملة أو ملخصة عن أنه إيش يتكون عندك هذا المشروع. طبعا أنا ما أحتاج أقرأ لأن راح أبدي أشرح لك مين راح يبدي يتكون عندك بالجزء الأساسي. تلاحظ الآن أمامك أنه تم إضافة مشروعين، المشروع اللي هو الأبليكيشن الأول قياسي بطبيعة الحال، والمشروع الثاني اللي هو الكور. الكور هو إحنا راح نبدأ نستخدمه طبعا مبدئيا الآن، هو مستخدم في الجزئيات ذات الصلة للتعامل مع البيانات كهيلبرز وكمادل وكسيرفيسز بشكل عام، لكن إحنا مبدئيا يمكن انه يكون العمل عندنا ابسط. يمكن انه انا استهلك داخل الكور فقط الجداول، جداول البيانات الكلاسات الخاصة في الجداول، حتى يكون عندنا العمل ابسط بطبيعة الحال. فتخيل انه الان عندك الكور هو عبارة عن مشروع راح يكون كهلبر كمساعد لك في ايش؟ في النماذج. مثلا انه مجموعة المادلز الخاصة فينا في نمط الـ MVVM راح تتم عملية تعريفها هنا داخل هذا الكور، فبالتالي هذا اللي احنا راح نبدي نعمله بطبيعة الحال، انه مجموعة المادل تتم عملية تعريفها هنا داخل ايش؟ داخل الكور، ثم بعد ذلك يتم استهلاكها ضمن المشروع الاول. طيب الهيلبرز من اسمها هي عبارة عن مساعدات، هيلبرز لو تلاحظ جيسون، هذا طبعا انت مبدئيا ما تحتاجه في 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 مرحلة يعني التعامل مع قاعدة بيانات على أساس connection setting، ولكن يمكن أن تحتاج إذا أنت كنت تتعامل مع الـ API تحتاج إلى عملية convert تحويل البيانات من صيغة إلى أخرى، أوكي كفايل بطبيعة الحال. فهو عامل لك helpers ومجهز لك هذا الـ helpers، وهذا الـ helpers راح يبدي يمكن لك عملية to object، ثم بعد ذلك string if يعني يرجع لك إلى الجزء الأول، يعني تعطيه object يقوم بعمل جيسون كونفيرت إلى بطبيعة الحال. طيب لاحظ هذا عندك ترتيب المشروع، الكلاسات والكائنات بشكل عام تتم عملية تصنيفها داخل فولدراتها المعنية. هذه من معمارية يعني عمل المشاريع، أوكي كيف راح تبدي تقرأ وانت تفهمها بطبيعة الحال. فلاحظ الهيلبرز هي مساعدات تساعدك في أداء وظائف معينة. نأتي إلى هنا شيء يسمى عندنا في الكونتراكتس. في الكونتراكت لديك فولدر آخر مثلا اسمه سيرفيسز خدمات، مثلا لديك خدمات خاصة في الفايل سيرفيس. هذا طبعا جميع شيء يعني مبتدي عندك بي آي، معنى ذلك انه هو انترفيس يعني واجهة، وهذه الواجهة راح تستهلك بطبيعة الحال من خلال وظائف أخرى تمكننا من عملية التعامل مع الفايل هنا. يعني هذا عندك iFile Service يعني تتوقع انه يتعامل مع عملية القراءة والحفظ والديليت. احنا راح نبدي نبسط هذه الجزئية بشكل ابسط، تمام، وراح ابدي اوضحها لك من خلال انه احنا نعمل انترفيس مشابه لهذا الكلام ولكن بشيء جدا بسيط. طيب ممتاز، الان لديك الجزء الاخر اللي هو Services اللي هي الخدمات مثل ما ذكرت لك، باعتبار انه قام عفوا بما انه احنا عرفنا الاي فايل سيرفيس، فبالتالي نحتاج الى ان نقوم بعملية استهلاكها. اذا لدي كلاس اسمه فايل سيرفيس، هذا الفايل سيرفيس راح يبدي يرث من الاي فايل سيرفيس، ثم بعد ذلك تستهلك فيه الوظائف القياسية لعملية القراءة والحذف والتعديل وما الى ذلك. هذا النموذج بطبيعة الحال اللي انت تلاحظه الان هذا مجرد سامبل داتا، هذا مجرد سامبل داتا، الداتا اللي احنا شفناها داخل الداتا جريد فيو هذه هي. طيب فهو طبعا عامل عليها فيل بشكل مباشر هنا داخل الكود، يعني ما في عندنا داتا بيس ولا اي شيء من هذا القبيل داخل هذا المشروع. ممتاز، اذا هذا طبعا كل ما موجود عندك في مشروع الكور. احنا طبعا مثل ما ذكرت لك كمبدا عمل انه راح نبدا نبسط الكور، هذا الكور راح يكون فقط لايش؟ فقط للجداول. اما كعمليات راح ابدي اضمنها في مشروع اخر اسميه داتا كايش كبروجكت بطبيعه الحال، وهذا الشيء راح نشوفه خلال التطبيق العمل عند العمل على المشروع. ممتاز.